منذ عامين وما يزال هذا الشارع في منطقة الطيران بأيمن الموصل قيد الإنشاء بسبب تلك الشركة المنفذة للمشروع. وعلى الرغم من استلام الشركة المنفذة مبالغ كبيرة، إلا أن مشروع مجاري وإكساء الشوارع ما يزال في مراحله الأولى وسط مناشدات للحكومة المحلية بحل المشكلة. تقريبا صار له سنتين هذا على هالوضع هذا اللي يشوفونه قدامكم. الصورة هي تكفي عن هالسؤال هذا. وإحنا منطقة الطيران اللي قرب أعدادية الكفاح وجامع الملاح، نعاني من هالمنطقة، والتبليط اللي كان مو بالمستوى المطلوب. وجزاكم الله خير ان توصلون كلامنا الى المسؤولين حتى ينفذون هالامر هذا. اخي خلي يجيبون حي الله الشركه بس خارج العراق. اذا ما تسوون شارع من ذهب وفضه، الفلوس المحاله اخي ما حاجه مر الشوارع. الفلوس المحاله لهاي الشركه اذا نصفطها من راس الشارع بهاي المنطقه نصفطها نمشي على الفلوس. زين هاي الفلوس وين راحت؟ بخت الله. سكان الحي طلبوا السلطات الحكوميه بالتدخل وانهاء معاناتهم ومحاسبة الشركة المتلكية، مشيرين إلى أن الحل الأخير هو هجرة المنطقة إذا لم تنهى هذه المشكلة. لما انصرفت المليارات وإحنا هذا وقالوا شالت الشركة، جينا في اليوم ماكو كل أحد. يا أبوين قال والله لأن فلوس ما تكفي وشالت الشركة. أش نشيل الشركة؟ إحنا أش علينا المنطقة؟ هاي البنية التحتية أنا عندي أهم من المجسرات. المفروض نكمل هذه. هي أرصفة والله هو عنعاني. قلت لك كسعت احنا بالشتاء لا نطق لا نروح ولا نجي. اطفالنا هسه تروح على المدرسه يروح يجي بالشتاء المطار والهاي كلها تروح يجي. يعني هسه ابو الخارج ابو القريه يروح يجي هدوم منظاف احسن ما ابن البلد. واحنا عنعاني ما نعاني يا اخي. اكو تلكب العمل. ورغم معاناه السكان الا ان مجاري نينوى تدافع عن الشركه المنفذه، ما اثار استياء اوساط شعبيه من وجود منافع شخصية تقدمها الشركة التي يحيل إليها المشروع وفق ما تؤكده مصادر مطلعة. عماد علي، ون نيوز، الموصل.